استمرت مبادرة القيادي في تحالف القوى الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية الدكتور أحمد عبد الله عابد أبو مازن بعملها للحد من معاناة أهله في صلاح الدين بحلول فصل الشتاء. وقامت لجنة الدعم اللوجستي بإشراف الأستاذ شهاب الجبوري بتوزيع مساعدات عينية بين العوائل المحتاجة بمنطقة الخانوكة في قضاء الشرقاط، فيما عبر المواطنون عن قناعتهم بأن مواقف الدكتور أبو مازن تنبع من تصميم أخوي في تقاسم ظروف معيشتهم والتخفيف عنهم.